في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية إلى اليابان، التقى سموه ومعالي السيد تارو كونو وزير الخارجية الياباني بحضور سعادة السيد أحمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وسعادة السيد هيديكي إيتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء أعرب معالي وزير الخارجية الياباني عن بالغ ترحيبه بزيارة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق إلى اليابان، والتي تجسد عمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي، مشيدا بما يبذله سموه من جهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين واحتضانها مختلف المشاريع الحيوية والبرامج، متمنيا نجاح هذه الزيارة في خدمة البلدين والشعبين الصديقين. من جهته أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها بعمق العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين واليابان واعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي وصلت إليه وما تشهده من نمو وازدهار متواصلين على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من قبل قيادتي البلدين، وهو ما كان له بالغ الأثر في الانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة. وأشار سموه إلى دور المحافظة الجنوبية في عملية التنمية في مملكة البحرين وتحقيقها للعديد من النجاحات والإنجازات في مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها، بما يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وازدهار في مختلف المجالات. バーレン王国と日本の関係はとても強いと素晴らしいです。私たちはバーレンと日本の経済的文化的関係を称賛します。この訪問の目的は協力強まることです。二国間関係にとって文化交流と相互訪問が重要です。 南部署はバーレン王国で最大の州です。南部署を代表して奉仕することが私の最大の名誉です。私の第二国、日本にいることは私の喜びです。日本政府の招待に感謝したいと思います。どうもありがとうございます。